حملة تبرعات لإفائدة المرضى هو ما تسعى إليه جمعية صديق المريض بالتعاون مع المجلس الشعبي البلدي بلغواط، من خلال الحملة التي أطلقتها لجمع التبرعات عن طريق طلب المساعدة من أصحاب المحلات. أنا في حملة جمع التبرعات اللي هي إحدى نشاطاتنا واللي مسطرة في البرنامج نتاعنا، أنا عبر أحياء مدينة الأغواط، وأنا نجمع في تبرعات لصالح المرضى، تبرعات عينية، ورانا نطلب التوفيق ونطلب المساعدة من المواطنين، وكل الكل راه يرجع لصالح المريض. من جانبهم المواطنون وأصحاب المحلات استحسنوا هذه المبادرة التي دعوا من خلالها إلى تكثيف عمل الخير. بينا تكون في جميع الميادين، وبارك الله فيكم وربي يحسن لكم إن شاء الله، ربي يقدركم إن شاء الله. إحنا ماذا بينا نطلب من جميع المواطنين، نقولها ونعودها، تبرع لهذا المرضى. سعي طاقم الجمعية وتجاوب المتبرعين يعكس قيمة العمل الخيري الذي يبقى سمة الجزائريين كافة.